إن الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة من الآليات التابعة للأمم المتحدة، وتهدف هذه الآلية إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. إن الاستعراض الدوري الشامل هو عبارة عن عملية دورية مدتها 5 سنوات، وتتألف من 3 مراحل رئيسية. أولاً، استعراض حالة حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض في مدينة جنيف بسويسرا. ثانياً، تنفيذ التوصيات المقدمة إلى الدولة قيد الاستعراض، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين جلستي الاستعراض السابقة والمقبلة. وثالثاً، تقييم تنفيذ تلك التوصيات في الاستعراض المقبل إلى جانب تقييم حالة حقوق الإنسان ومدى تطورها في البلد منذ جلسة الاستعراض السابق. وهناك 3 وثائق رئيسية تدعم كل استعراض: تقرير وطني أعدته الدولة قيد الاستعراض، هو في هذا السياق يتم حث الدولة على إجراء مشاورات وطنية مع المجتمع المدني الوطني بغية التعبير عن شواغله وإجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان المحلية. مجموعة معلومات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي المعلومات الواردة من هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة ووكالات الأمم المتحدة. موجز أعده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة استناداً إلى المعلومات الواردة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وتتألف عملية الاستعراض في مدينة جنيف من 3 مراحل: أولاً، يتم استعراض الدولة خلال جلسة تمتد ل3.5 ساعات من قبل مجموعة عمل تضم جميع دول أعضاء الأمم المتحدة والدول ذات صفة المراقب، وتقوم هذه الدول بتقديم توصيات بشأن كيفية تحسين حالة حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض، وينتج عن هذه العملية مشروع تقرير يتضمن في المتوسط 200 توصية. ثانياً، يتم اعتماد مشروع التقرير بعد بضعة أيام من جلسة الاستعراض، وذلك من قبل الفريق العامل. ثالثاً، يتم اعتماد مشروع التقرير بشكل رسمي في مجلس حقوق الإنسان بعد بضعة أشهر، وفي هذه المرحلة يجب على الدولة قيد الاستعراض أن تعلن عن التوصيات التي قامت بتأييدها وقبولها وتلك التي قامت بملاحظتها. إن الاستعراض الدوري الشامل يعد عملية عالمية حقا، حيث يقوم باستعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويأخذ في الاعتبار كل حالة من حالات حقوق الإنسان ابتداء من الحقوق المدنية والسياسية وانتهاء إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بغض النظر عن حجمها أو حالتها في دولة معينة. وفي عملية الاستعراض الدوري الشامل تقوم الدول باستعراض الدول، ومع ذلك فإن للمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ووسائط الإعلام والمواطنين دورا كبيرا في ذلك، إذ يمكنهم تقديم المعلومات قبل استعراض دولهم، وكذلك تقييم ودعم تنفيذ التوصيات.